الحوامل معرضين بشكل أكثر من غيرهم لتكوين حصوات المرارة، وهذا بسبب التغيرات الهرمونية اللي تصاحب فترة الحمل. الأعراض تكون ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وممكن يصاحبه لوعة أو ترجيع خصوصا بعد الأكل اللي يحتوي على دهون. أكثر من 90% من الحوامل اللي يعانون من أعراض المرارة في بداية الحمل راح تستمر معاهم الأعراض حتى نهاية الحمل. أثبتت الدراسات الحديثة أمان عملية استئصال المرارة باستخدام المنظار أثناء فترة الحمل. بالمقابل، مضاعفات حصوات المرارة كالتهاب المرارة أو التهاب البنكرياس قد تشكل خطورة على صحة الأم والجنين.